أولا احنا سعداء ان احنا موجودين في اليوم ده النهاردة، وفخورين بالتطوير اللي حصل في القناة. الاستوديوهات ما شاء الله حاجة تفرح كبداية، وخريطة البرامج ان شاء الله تبقى حاجة محترمة وترضي جمهور واعضاء النادي الاهلي. انا دايما احب اشوف محتوى بيدافع عن حقوق النادي الاهلي لكن من غير تجاوز. احب ان انا اشوف دايما كل النجوم الكبيره للنادي الاهلي، وكمان شباب وكوادر اعلاميه جديده نضيفهم لاعلام النادي الاهلي، وتاريخ النادي الاهلي احب اشوفه دايما بشكل متجدد على قناه النادي. احنا كلنا بنشتغل في المقام الاول للجمهور والمدرج النادي الاهلي، فالقناه حاجه بتعبر عنهم. نتمنى ان احنا زي ما قلت نشوف محتوى بيليق بالنادي الاهلي بدون تجاوز، ومحتوى محترم بيدافع حقوق النادي الاهلي، وشاشه تبقى نموذج لكل الأندية المصرية والعربية والأفريقية. دايما احنا بنشتغل كل مجهودنا ومجهود كابتن محمود الخطيب وكل مجلس الإدارة في كل وقت ان احنا نحاول نرضي ونلبي طموح جمهور النادي الأهلي وأعضاء النادي الأهلي، ونتمنى ان احنا دايما نكون على قدر المسؤولية اللي احنا محطوطين فيها دايما.